وقعه. يعني انا بنشده ان هو يرد علينا لاني عارفه ان هو بيتابع كل وسائل الاعلام. ارجوك يا فندم ترد لان عندنا واقعه تانية تتعلق ايضا بمشاجره تمت في مدينه 6 اكتوبر بين احد الضباط وسائق توك توك او عربيه صغيره كده، الميكروباصات الصغيره دي اللي بتشتغل في 6 اكتوبر كانها تاكسي، اتخانق مع الضابط ده فالضابط خده. وادي الفيديوهات موجوده زي ما حضراتكم شايفين برضو كل حاجه بصوت الصوره يعني. فاتخانقوا مع بعض فخدوا لقسم الشرطه وقال له انا هعمل لك محضر دلوقتي انك انت بتتعاطى مخدرات. الراجل ما بيتعاطاش مخدرات، فراحوا للنيابه. وكيل النيابه حقق في الواقعه لقى ان الراجل لا يتعاطى مخدرات ولا في اي حاجه من هذا الامر، ويبدو ان رئيس النيابه حس ان المساله فيها محاوله للتربص بهذا السائق والانتقام من ضابط الشرطه لانه اتخانق معاه. ده المستشار احمد حامد. مستشار احمد حامد رئيس النيابه، احنا الحقيقه كلمناه قبل الهوا. طبعا في اجراءات معينه تتعلق بان مصدر قضائي اذا رئيس نيابه يدخل على الاعلام او يتكلم، وانا بحترم هذه المساله، لكنه بنحييه على موقفه اولا وبناكد على الواقعه ثانيا. زميلنا الاستاذ علي السيد الكاتب الصحفي معانا، وهو الحقيقه اللي كلم المستشار احمد حامد واتكلم عن الواقعه الخاصه بهذا الحدث. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا استاذ، ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك ربنا يحفظك يا استاذ. حضرتك وصلت للواقعه ازاي؟ التفاصيل عرفت عنها ازاي؟ هو الحقيقه يعني سمعت بيها الصبح من يعني بعض الناس، وبعدين اتصلت بالمستشار احمد حامد. انا يعني ما سبقليش معرفته قبل كده، لكن كلمته ويعني سالته على الواقعه وبعدين حييته لانه ده موقف يعني عظيم، وحقيقه موقف نادر شويه لانه كتير جدا من القضايا اللي من النوع ده في ناس بتروح فيها وبتاخد احكام، وبيحصل الحقيقه انه الناس بتتحبس بتهم بسيطه زي دي. ممكن تبقى لا، احنا كمان شايفين يعني احمد لو نرجع بالصوره شايفين وقعة الضرب اللي الراجل بيتعرض ليها يعني. يعني زنقوا جوه العربيه وضرب. يعني الحقيقه انه ممارسات بعض ضباط الشرطه او بعض الامناء او بعض الافراد او بعض يعني من جهاز الشرطه بقت تمثل مشكله كبيره جدا. انا من رايي ان هي ظواهر فرديه صحيح، لكنها ممكن تنعكس على المجتمع كله. بس الظواهر دي كانت اختفت يا استاذ علي، يعني الظواهر دي كانت اختفت والاداء الامني كان متميز. للاسف الشديد رجعت ورجعت بشكل وحش جدا. لازم يبقى في وقفه لوزاره الداخليه مع الشرطيين في مصر، ولازم يتغير منهج الشرطه في التعامل مع المواطنين، ولازم كمان مهم جدا نقطه مهمه جدا، لابد للنيابه العامه ان تنتبه لكل ما ياتي من محاضر الشرطه في مثل هذه الامور، حتى في قضايا المخدرات الكميه المضبوطه، الاشخاص طبيعتهم ايه، نوع الناس ايه، ليهم سوابق اجراميه ولا مالهم، يعني اسرهم عامله ازاي، تعليمهم، يعني في حاجات كتير جدا ممكن تكشف انواع من الجرائم. على تقديري الحقيقه لنيابه اكتوبر وللمحامي العام المستشار ياسر السلاوي، الحقيقه من الناس اللي سمعتهم القانونيه والضمير الانساني عندهم يقظ. احنا لازم نعظم مثل هذه الوقائع ونحيي القائمين عليها. احنا كمان عندنا وقعتين مهمين قوي يا استاذ علي مستنيين برضو فيها قرارات النيابه. وقعه المطريه بتاعت الاسبوع اللي فات، الشاب اللي مات جوه اسم المطريه، واللي هو ابو بكر عبد الكريم كان معايا على التليفون وقال لي نتيجه مشاجرات بينه وبين الناس في السجن، فقلت له المسجونين يعني وبعضهم، فقلت له طب وازاي الامن ساب المسجونين يتخانقوا مع بعض ويخلصوا على واحد فيهم. الامر الثاني الواقعه الخاصه ايضا بالاقصر، واللي انا سمعت فيها تصريح وزير مساعد وزير الداخليه ايضا اللي هو ابو بكر عبد الكريم الخاصه بمسجل الخطر اللي كان في اسم الاقصر ومات. هذه الوقائع ايضا تحتاج الى طبعا واقعة الإسماعيلية اللي حضرتك عرفتيها برضو النهارده نفس الكلام، بتمثل انتهاك لحق مواطن حسب الكلام، انه عندهم مشكلة مع صاحب العقار،
اصحاب الصيدليه، ويعني ايا كان في اجراءات قانونيه دائما وابدا تتبع في تفتيش الصيدليات زي ما قال حضرتك نقيب الصيادله. ليه احنا نخترق القانون بهذه الصوره وبهذه الطريقه؟ ليه نظهر ان احنا لسنا دوله قانون؟ ليه بنحاول نؤكد على نؤكد الظواهر السلبيه وننشرها بشكل كبير جدا؟ ليه ما يبقاش عندنا التعامل القانوني واضح مع اي حد؟ وليه لما نعمل انجاز كويس وتعود العلاقه ما بين الامن والشارع لمرحله كويسه وجيده كنا كلنا بنتمناها، نرجع تاني ويختل التوازن ما بين معادله الامن وما بين حقوق الانسان والحريات؟ يعني صحيح. وكل هذه القضيه استاذ مبرراتها في الاساس غالبا بتبقى مبررات تافهه، يعني ما هياش حاجه عظيمه جدا، ما فيش قضيه ارهاب، ما فيش حاجه ملمسه في موضوعات الارهاب او غيره، واحنا بنكن كل الاحترام والتقدير هي زي ما حضرتك تفضلت كمان هي وقائع فرديه، وللاسف الشديد هذه الوقائع بتلقي بظلال سيئه للغايه على مشهد اخر يتعلق بالتضحيات الكبيره اللي بيقدمها جهاز الامن في التعامل مع الارهاب ومع البؤر الاجراميه، وهي تضحيات الحقيقه يعني كلنا كمصريين نقدرها، لكن هذه الحالات الفرديه ايضا تسيء لهذا الجهاز الامني. صحيح صحيح، للاسف انه يعني التضحيات العظيمه اللي احنا بنشيلها على راسنا من فوق سواء في سيناء او في مصر بطول البلاد وعرضها يعني هي مقدره ويستحق كل شخص يعمل في هذا الاتجاه ان احنا نعمل له يعني لو نقدر نعمل له تمثال نعمل له اي شيء، لكن هذه الواقع فعلا بتمسح كل شيء وبتغطي على اشياء كثيره جدا عظيمه بتعملها الشرطه. لازم الانتباه لهذه، واحنا محتاجين رد من الداخليه مفصل حول هذه الوقائع وغيرها علشان يبقى الموضوع واضح للراي العام. صحيح، انا بشكر، احنا نحتاج الى عظيم لدور النيابه في انه مثل هذه الوقائع وغيرها يكون لها دور عظيم. صحيح، انا بشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ علي السيد، بشكرك يا فندم. هروح ليه